كامل اللعابه وطاقم التحكيم على المكتب الاداري. بعد المباراه كنشكر السيد مصطفى نائب الرئيس على الترحيب ديالو واقامه مأدوبه العشاء على شرف اللاعبين. المهم ندخلوا في الموضوع. حنا اضطرينا نعملوا هذا الاجتماع هذا منو عملوا واحد الجلسه اخويه مع بعضنا وناقشوا فيها استراتيجيه ديال ان شاء الله اللي غادي نتحدوا ولا نعملوا واحد استراتيجيه اللي نقدروا نمشيو بها هذا الموسم ان شاء الله. حنا كمكتب جلسنا جوج اجتماعات بزاف ديال النقاط هضرنا عليهم. عاد قلنا ان شاء الله نجلسوا مع اللعابه ونعطيهم شي افكار اللي حنا باغينهم اللي تقدروا نتوما تقدروا تمشوا معنا بهم ان شاء الله. ان شاء الله وصلنا شي نتائج اللي هي مزيانه بزاف الناحيه ديال الناحيه ديال الاجهزه الناحيه. المهم بزاف ديال الامور وفرنا الحمد لله اللي بقى علينا هي نوصلوا فيها خاطر نساهم فيها. بلا ما نطول عليكم المكتب المسير قرر يتبع كل ما تبع فيكم وشافكم امور ماشيه في اتجاه صحيح غادي يزعم معكم وغادي يمشي معكم شي امورات اللي هي ان شاء الله ما نقدروش نوعدو ما نقدروش نقولو حتى شي حاجه ولكن كل ما كانت الامور مزيانه ان شاء الله ان شاء الله هذا الاسبوع هذا ربما تبدا البطوله على حسب اللي كاينين عندي هذا الاسبوع هذا غادي نبداو ان شاء الله. المهم حنا ان شاء الله ابتداء من هذا الاسبوع هذا غادي نحاولوا نخرجوا من شي مسائل اللي نقدروا نمشيو معاهم فيها. صافي السلام عليكم. السلام عليكم. كاين اللي حضر معنا عام الاول وكاين الدريد عام الاول راهم حضروا معنا شافوا كيفاش كنا ماشيين ماشيين بالدرع السطبه بحال الدبانه تحت رجلنا فهمتي ماشيين كنحاولوا دائما قلت لك قدرت نتلاقى الدراري باقي ما عملنا وكيلا حتى يقول سعيد باش كنحشم نتلاقى الدراري ديالنا لان ما عندي ما نقولوا ما عندي ما نزيدوا شد في تاخي الدراري ما بغيناش نهضروا قلنا نفكوا ان شاء الله العام الاول وهذا العام هذا ان شاء الله غنبداو حنايا في الصيف حنا خدامين على المكتب الجديد بدلنا شي عناصر اللي سمحوا لنا بقاو معنا شي عناصر اللي جبناهم ما يسمحوا لنا شي ما يفيدوش الفريق بدلناهم وحاولنا باش نجيبو شي دراري جدادين يعاونونا هادشي هذا نتوما وقيلا لاحظتوا هاد العام هذا بان المسائل تبدلت بزاف ولكن حنا باقي خدامين معاكم حنا شحال ما زدتو نتوما شحال ما حنا غنزيدو معاكم هادي هي الهضره مايمكنش حنايا كنخسرو وحنا اللي كنتو في الفيسبوك حنا ماشيين غنعملو ما نقدروش نعملوا هذا نعهدوا اللعابه بشي حاجه ما نقدروش عليها عمركم ما تسمعوها مني هذا اللي غنقولوا كنكمل به فاللي مهم عندنا هما حنايا نشبروا اليد في اليد نزيدوا للقدام حنا كنتفرجوا كنشوفوا الدراري محمسين معنا حنا كنتحمسوا معاهم هذا هو. مرحبا بالحضور مرحبا بالحضور الاخوان. حنا الهضره الاولى اللي غنتكلم عليها هو حنا عائله وحده ديال المكتب الجديد. حاولنا باش مع السي عبد الباري باش نعاون ان شاء الله باش نعاونوا شويه باش تكون الفريق ديجا الفريق راه كاين واش في المستوى انا كيظهر لي في المستوى بالنسبه للقسم الممتاز لعبنا سبعه ولا ثمانيه ولا تسعه ديال المقابلات كلهم كانوا في مستوى الفريق منظم مزيان بالقياده ديال السي مدرب و كنتمنى ان شاء الله باش نمشيو في طريق وحده وحنايا بحال بحال قلنا كيما المكتب كيما اللاعبين اللي عنده شي مشكل ولا شي حاجه يحطو يجي للمكتب يحطو وحنا مع بعضياتنا تكون اللي هو مهم في المسيره ستكون لا ديسيبلين ويكون ديك ليماج ديال الفرقه يعني الفرقه تكون كي السميه ديالها كي الفرقه ديالها باش ما يوقع داكشي اللي وقع لنا في زيدا قبيله حقيقه حنا ماشي اللي حنا اللي مسؤولين ولكن ما خصناش يتعاود واخا من عندهم جغرات خصنا حنا نداوي داكشي اللي حتى خلينا شي حاجه وكنشكر الجميع السلام عليكم.
جد جميلة تبارك الله، وهادشي راه كاين لنا واحد الدفعة باش نزيدو لقدام، وباش نهضر على المستقبل ديال الفريق. المستقبل ديال الفريق راه في يد اللعابة والمكتب، ولكن أنا كنقول غادي نسال المكتب. أنا كنشوف المستقبل ديال الفريق وفي التوجه ديالو راه فيكم نتوما، نتوما اللي قادرين تزيدوا به القدام، نتوما اللي قادرين تخليوا المكان ديالك. ولهذا الحمد لله حنايا فرحانين بهذا الوجود، كيلتحقوا بنا وعملوا فينا الثقه باش يتعاونوا معنا في هذا المسار هذا، هذا المشروع ديال الفريق. وانا كنشوف بان الامور الحمد لله راه مزيانه بزاف، ما كناش كنتوقعوا غادي يكون هذا الشيء هذا، حيت حنايا في الوقت ديالنا ما دارش هادشي هذا. الحمد لله كنشكرهم على هذه الدوله الطيبه اللي كيوفروا لنا، لا من الترونسبور ولا من جميع الحاجات اللي كان كنوفر عليهم. ندخلوا في التفاصيل ديال المشاكل اللي عندنا مع التدريب والتزام والانضباط وبزاف ديال الحوايج اللي كنجبروا انا شخصيا مع عائق كيوقع في الجهه ديال الفريق، هو الانضباط بحال اللي هضروا عليه الاخوان، واحترام احترام بعضنا، احترام الاداريين اللي كيحضروا المقابلات، نعطيهم حتى هما قيمه، نعملوا واحد الصوره ايجابيه وجميله للفريق، اللي هي التاخي ديالكم والانضباط والرجوله في نفس الوقت. ولهذا كنطلب منكم تكونوا جديين معنا باش نقدروا نزيدوا التداري. ما خصنيش شي واحد يديني شي عذر، الا اذا كان شي عذر جي خدام ما كيحتاجش شي مشكل، كل فرح حق التوقيت ديالك مرتاح او كذا، تقول انا عندي الشغل مع الدار ولا عندي كذا ولا كذا، كتحمل المسؤوليه ديالك. انا كمدرب راه عندي اداره راه كتحمل المسؤوليه وغادي تحاسب لي على اي كبيره وصغيره. كذلك انا كمدرب كمدير فني على الفريق، كاين عندي الإدارة الفنية ديالي اللي كنشرف عليها اللي كيتعاونوا معنا، حتى هما كنشكرهم على هاد المرة، سي كاد المزاري و زين العبيد. ولهذا الحمد لله من هاد الناحية هادي ما تكونش عندكم مشكل هو إن شاء الله تكونوا نتوما عازمين باش تحققوا واحد النتيجة إيجابية في هاد المشوار هذا. نتوما اللي غادي ترسموا خريطة الفريق اللي غادي يمشيو بها، يعني الخريطة اللي رسمتوها نتوما راه غادي حنا بحال اللي قال لك اللي قال السير الرئيسي، الخريطة اللي رسمتوها نتوما راه غادي نمشيو فيها. إذا بغيتو تزيدو لقدام راه غادي نزيدو لقدام، بغيتو نبقاو في المكان ديالنا راه تخلينا في المكان ديالنا، إلا بغيتو تزيدو لقدام راه خصكم تزيدو في العمل، تزيدو تثبتو الوجود ديالكم معنا في التداري والانضباط والأخلاق والوقت. الوقت هذا راه مهم، راه وقعنا مشكل الصباح ودائما كيوقع لنا مشكل خصنا نعالجو دابا باش حتى شي واحد يعطيني شي عذر ولا كذا. اللي وقع له شي عذر ولا كذا يتحمل المسؤوليه ديالو. حنا غادي نبداو ساعة فلان فلانية، انطلقوا ساعة فلان فلانية بالثمن والكامل. المهم كيما قال السيد المدرب، المهم عندنا واحد المشروع بغينا نمشيو فيه مزيان، ولكن كاملين بينا خصنا نتوما اللي تعاونوا. اذا بغيتوا تزيدوا الفرقه نتوما اللي غادي نضبطوا، نتوما اللي غادي نمشيو باش تكون عندكم الرغبه. كل ما كانت عندكم الرغبه غادي يمشيو مزيان. كيبقى دابا لكم راه هي عندكم، بغيتوا تزيدوا الفرقه نتوما اللي غتزيدوا بها. حنا غنعمل لكم بروغرام، نعملوا المسائل ديالنا، نتوما اللي خصكم تزيدوا بها. هادشي اللي كاين دابا. ما كرهناش شي لاعب يعطينا شي كلمه ديالو باش نسمعوا، حتى حنا ما كرهناش نسمعوكم نتوما. زيد عمر. زيد بسم الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكر المكتب المسير حيت جمعنا وبغى يسمعنا. حنا كلاعبين كنمثلوا فريق مغرب رجاء، الحمد لله ضحينا وكنزيدوا نضحيو بالوقت ديالنا وكل شيء ديالنا. المشاكل اللي كنطرقوا لها حنا اللاعبين هو مشاكل الترونسبور اللي ما كتخليناش اننا نركزوا في الماتش. وهادي ترونسبور و في ثلاث رياضيه اللي ما عندناش بزاف الدراري، ما عندهم شي بحال السبردينات بحال و كنشكر المكتب المصير. شكرا.
معكم مرحبا بينا معكم كنرحبوا اداره جديده ديال المغرب وحنا كلاعبين جدادين مرحبا بينا عندكم وان شاء الله كنقولوا وعدكم ان شاء الله يكون جديد وقدموا المستوى المطلوب ويكون حسن الظن ديال الاداره والمدرب وجميع اللاعبين ان شاء الله. السلام عليكم المغربي مرحبا بكم. ماشي انا ماشي غربي لكم نتوما غربي عليا الحمد لله. قبل ما نكونوا في اداره تقنيه اللي وضع فيها الاطار خالد بن طارون المكسب المسير كنتمنى كما قال عادي نكونوا في حسن الظن ان شاء الله ديال المكسب المسير الجديد ان شاء الله نشوف معاه دفعه جميله وصراحه اي فريق يتمنى يكون عنده هذا المكسب هذا بالطموح. وكلاعبين انا اللي غنقول لكم زعما واحد مساله ونقطه مهمه نتطرق ليها صراحه زعما قال خالد قبيلتي لان هاد الامكانيات اللي كاينه موفره لاي فريق فرق كامله لا سوا في طنجه ولا في الشاو نقولوا فرقه وحده ولا في تطوان ولا في فرق شماليه كامله ولا فرق في المغرب بصفه عامه لان دابا الامكانيات متوفره بزاف ملاعب في مستوى بيدلاس ديال التدريب بيدلاس ديال اللي كتلعب بهم كل مره شنو كتلبس فهمتي يعني كلشي موفر لك خصك انت تقدم ولكن ماشي عاد تقدم غادي تجي هادي تلعب ما بترينين ما والو ما عاد تمشى شي تمع الخطه ديال لهم ترينو فهمتي. نتمنى الله سبحانه وتعالى بان اللاعبين صراحة يعني تقيلة نفسها شوية وخا كتجي من الخدمة وخا الله يكون في عونهم بالحق نتمناو إن شاء الله يكونوا حاضرين في التدريب كامل باش يقدر حتى لونترينور حتى خالد صراحة يقدر. دابا كيما قال لك سي مرة كاملة كيجي واحد استنى هنا جبنا كل مرة شنو كيفاه ما يقدرش يخدم حق إلا كنتوا إن شاء الله كتحضروا كامل في التدريب وحاضرين البصمة ديالكم حاضرة سي مولا تقولوا الكلمة ديالكم زعما يعني ما كاين لا بارج لا والو كاين 16 فرقه ولا 16 فرقه خارج 16 فرقه 30 مارش راك ضرب 3 4 د الماتشات الاولى تسكيتي على الثاني وجيتي فهمتي لا تبقى تدخل الصفحه الراس ديال الفيسبوك تشوف فرقه جافا والو هاد العاد ديال عادي اللي كيستمر هي الخدمه هي شحال نقول هي الجديه راه الا ما كانش الجديه ما كاين والو تمشي تنعس يعني التريني تمشي بحال من الدار تنعس ماشي تمشي عاد تشد التليفون مكونيكتي جوج ثلاثه ديال الليل باقي فايق وغدا عندك الماتش تجي تلعب ما يمكنش يا ديك الساعات هنا كتخون هذا المدرب يعمل الثقه ديالو فيك ولا اي لاعب كيما قال خايد راه ما كاينش الرسميه بان واحد غيلعب رسميه ولا فرقه 10 ما كاينش راه كل مقابله وعندها لي فيكتيف ديالها دونك اللي فرط الكارت كيما كنقولوا هنا كوم سي تخين كوم سي جو كيما ترينتي كيما عاد لعب الا لقيتي كتجي راه زعما راه كتضحك عليه ولا كتضحك عليه ماشي بالعكس انا ما نستافد والو حنا شغنقول لك يعني الموهبه ديالنا كنمارسوها علاش لا تعني ان شاء الله يسعدنا الله نسمعوا خالد هو شي فرقه كبيره وانا عاود بارس على راسي في فرقه كل واحد فهمتي بالحق شكون اللي كيظن غادي تعاود تبغين تينا واحد كيتفرج فيك ما تقدرش تعطي تطاس مزيان ولا شي حاجه مكسول حيت انا قلتي كترين وما جي الجديه ها عند الامتحان في عز المرء يوما يعني نهار الماتش عاد تكون مزيان كتقدر الرونبو ديالك ولكن ماشي تقدر الرونبو ديالك بانانيه بان نلعب انا بوحدي راه كاملين كنمسلو فرقه واحده من الاداره التقنيه الى حتى المكتب المسير ونتمنى الله ان شاء الله هذا العام يكون فخر علينا ان شاء الله. هذا اللي كاين تروسبور واخيلا كاين ولا تروسبور كاين تروسبور حنا راه عاجا كاين احمد تروسبور كاين لا تروسبور واخيلا في التدريب كاين بحال اللي قال لك سي عمر على 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 سبرديلات واخيلا حنا اللي شي واحد عنده صغير عنده مثلا ما عندوش سبرديلا كيهضر مع 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 سي خالد وان شاء الله سبرديلا انا كنظن هاد معدات غتكون وكاينه وحنا ديجا زدنا طلبنا ديجا هاد الماتريال اللي عندنا طلبنا جوج ديكيباسيون جدادين هاد الستيل الجديد اللي عامل السبرديات كيجي عندها ناقصها مع السي خالد يهضروا معاه كنظن انا المعدات غيكونوا اللي كيخص هو اللي كيعيط لي خالد يقول لي تسعود الدراري اللي جاو كنحشي مال تسعود ثمانيه هذا المشكل اما الماتريال ان شاء الله غيكون السبرديات كاينين جميع المسائل ان شاء الله هاد العام هذا غنوفروه هذا اللي كاين اللي خص هو الدراري نوضو نتحركو نخدمو ملي كون كنتفرج انا من المدرجات نشوف كرة ونشوف بان بنادم قتالية وكيموت على على الفرقة هذا هو اللي مهم علينا. ملابس ديال مغرب طنجة فئة كاملة اللي هو إتابليسمون بدرالي كوليج بريفي مؤسسة ديال التعليم الخاص انا واحد الصوره مكسب ومعنى واحد الصوره كلاعبين صافي الاخوان.